يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه. يا كريم اللهم فإذ بلغتنا خاتمته وحببت إلينا تلاوته وسهلت على حواشي ألسنتنا حسن إعادته، فاجعلنا يا ربي يا الله ممن يتلوه حق تلاوته ويرعاه حق رعايته ويدين لك باعتقاد التصديق بمحكم بيناته ويفزع إلى الإقرار بمتشابه آياته والاعتراف بأنه من عندك لا تعارضنا الشكوك في تصديقه ولا يختلجنا الزيق عن قصد طريقه. يا كريم يا كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه. يا كريم اللهم فإذ بلغتنا خاتمته وحببت